معرض الكتاب لما يبقى موجود بحب ازوره يعني. والله السنه مش فاضي، انا مهتم بشغلي الفتره اللي جايه طبعا عشان خاطر الظروف يعني اللي احنا فيها دي. لا مش هينفع ازوره. ان شاء الله اروح معرض الكتاب. لا عشان ما بحبش القرايه وما بحبش اقرا اصلا. ان شاء الله اكيد هزور معرض الكتاب. والله بقى لي سنتين ما بروحوش. ان شاء الله لو عندي وقت هزوره اكيد طبعا. لا مش هزوره عشان انا ماليش في القرايه قوي. بالتاكيد لان ده معرض الكتاب ده مهم لكل قارئ يعني. ان شاء الله نزور معرض الكتاب. احتمال المره دي. بص هو موصلي لا يعني، لانه معرض الكتاب السنه دي، معرض الكتاب من سنين فاتت، من 10 سنين فاتت كان حاجه ودلوقتي بقى حاجه تانية خالص. يعني الادب على راس الحاجات اللي بحب اقراها، وطبعا نجيب محفوظ يعني، وتوفيق الحكيم، طه حسين العقاد. في السياسه، في التاريخ، القصص اللي بيبقى فيها مغامرات شويه او دراما شويه، القصص اللي بتنزل على الفيس على النت، هي الابراج بس غير كده لا. في الدكتور محمد السيد، في عطيه الرجائي، في الدكتوره بوسينه الناصري. ممكن قصص الرعب شويه بس غير كده لا، ومش قوي كمان. وانا يعني بحب القصص الخياليه بتاعت الكتب، مثلا على سبيل المثال كتب احمد مراد كلها يعني بحب اقراها فعلا. روايات وعامه لاي شخص، اسم الروايه بيشد اكتر يعني، مش شخص معين، على حسب الروايه. اكتر حاجه بحبها الروايات صراحه يعني، روايات محمد صادق واحلام مستغماني، ويعني الناس دي اكتر حاجه بقراها، بس عاده بقرا اونلاين مش بقرا كتب يعني.